محكمة الضمير. لازلت مع النقاش الهام والخطير اللي جرى بين مفتي الديار المصرية دكتور شوقي علام وبين أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، المكونة هذه اللجنة من 71 عضوا من كل الجنسيات الأوروبية، وطبيعة الحال يتصدرها 8 أعضاء من ألمانيا، 5 من بولندا، 5 من أسبانيا، 4 من رومانيا، 3 من كرواتيا، 5 من فرنسا، 4 من اليونان، 7 من إنجلترا، 3 من لاتفيا، 2 من المجر، من سلوفاكيا، من بلغاريا، من استونيا، من إيطاليا، 5. إذا نحن نتكلم على الدول الأوروبية كلها ممثلة في هذه اللجنة اللي بتفتح ذراعيها تماما وعقلها وصدرها وقلبها للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وتنصت له في كلمة مطولة، ثم تسأله عدة أسئلة يجيب عنها دكتور شوقي. شرحنا امبارح جزء من الأسئلة المعني بيها المجتمع الأوروبي، وإلى أي حد كانت الإجابات الخاصة بدكتور شوقي علام إجابات غير شافية وغير وافية، وبل يعني مشوبة كثير جدا من الغموض ومحاولات من يعني إلقاء ضباب ما على الكلمات التي لا يمكن أن تصل مع الترجمة إلى معنى واضح ومباشر، اللي فيه ان احنا ما بنواجهش ولا بنحارب التطرف ولا الارهاب، ولا احنا بنواجه بشكل حقيقي الفتنة المذهبية في الوطن العربي، ولا بنلعب دور في بناء العقل المصري ومن ثم بناء عقل الانسانية فيما يخص مواجهة الارهاب بفهم اسلامي حقيقي، في مواجهة الفهم السلفي الوهابي المسيطر المتمكن من مصر تماما. أضيف إلى هذا بقى مع شدة الهجوم على مصر وصورة مصر الممزقة سمعتها في الخارج فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان، كان طبيعي جدا أن يسأل دكتور شوقي علام وهو مفتي الديار الذي يوافق أو يسأل رأي استشاري صحيح، لكن العالم كله يعرف أن أوراق أحكام الإعدام تذهب إلى مفتي الديار لكي يبت فيها قرارا. لنسمع السؤال من السيد كارلوس كلاوس بوكتير من ألمانيا وإجابة الدكتور شوقي علام. Now we certainly agree that it is not a good thing to combat terror using terror, and therefore I turn to you, sir, as the highest authority of Muslims in Egypt, and ask you this: you have the authority and the power to produce an expert opinion in relation to each death sentence. Does this apply in the military courts as well? I think in particular about the 6 persons who were condemned last May to be hanged for crimes they could not possibly commit because they occurred when those persons were in prison. Now, is it possible for you to come up with opinions in these mass trials? طبعا سيد كلاوس بيتحدث بالألمانية، ودي ترجمة بالإنجليزية بنسمعها بصوت هذه المترجمة. نكمل. Where there are 6 seconds of the trial devoted to each individual. They sit in glass boxes and the accused cannot even hear the proceedings in the courtroom. Are you able to give an expert view on the death sentence under such circumstances? Now, we're talking about many people who die in prison either because they suffer torture or are denied medical treatment. Is it possible for you to step in there and come up with an expert view of their situation? Since you enjoy the highest authority, the highest moral authority, I would hope that this is the case. Thank you very much. السؤال عن المحاكم العسكرية في مصر وعقوبات الإعدام، أحب أن أؤكد لكم في التعديل التشريعي الجديد في جعل المحاكم العسكرية هي جزء من السلطة القضائية،
وجعل التقاضي فيها على درجتين. وفي عقوبات الإعدام التي تصدرها المحاكم العسكرية والتي تصدرها المحاكم العادية هي سواء في ضرورة إحالة الأوراق إلى المفتي. ولأول مرة المحاكم العسكرية في إطار التعديل التشريعي الجديد يجب على المحكمة عندما تقرر الحكم بالإعدام ينبغي أن تحيل الأمر إلى المفتي. على كل حال أنا أؤكد لكم كما أكدت لكم في الجلسة السابقة أن عقوبات الإعدام في مصر لا يمكن لقانون ما، وهذا أقوله عن اطمئنان شديد، لا يوجد قانون يتبنى عقوبة الإعدام، لا يوجد قانون يعطي من الضمانات للمتهم مثل ما يعطي له القانون المصري. إذا كنا أمام قوانين تقول بأن عقوبة الإعدام هي مشروعة ومنها القانون المصري، لكنني أقول باطمئنان بأن القانون المصري، وأؤكد وأكرر بأن القانون المصري أعطى من الضمانات الكثير الكثير بما لم يعطيه أي قانون في العالم، بحيث إنه بإحصاء 18 شخصا أو عين تنظر في أوراق هذا المتهم إلى أن يصير الحكم عليه باتا ونهائيا، ثم يصير الأمر بعد ذلك إلى تصديق رئيس الجمهورية. فعندنا هذه المرحلة المتعاقبة من الإجراءات والتي تطمئن إلى أن هذا المتهم قد ارتكب هذه الجريمة فعلا وثبتت عليه، هذا بالفعل يمثل ضمانة للمتهم. طيب احنا سمعنا سؤال واضح من النائب الألماني مليان تفاصيل دقيقة بما في القفص الزجاجي، المتهمين ما يسمعوش جوه، بما في الأحكام الإعدام 500 فرد، بما في نعرف إحالة الأوراق إلى المفتي. ده خلينا نقول إيه؟ خلينا نقول إن العالم ينتبه لنا جيدا، وإن العالم بيتابعنا بدقة، وإن العالم مشغول بينا، ودي حاجة لازم تحسسنا بإن إحنا جزء مهم في خريطة العالم، ولازم ننتبه لنظرة العالم لينا وصورتنا لدى هذا الغرب. فلما تسأل هذه الأسئلة، وبالمناسبة قصة بقى التدخل في الشؤون الخارجية الداخلية للدول وأصله ما لهمش دعوة بيه، يا جماعة ده أنتوا بتحصل رسوم يعني يتقال عليها الرسوم المسيئة، فتحصل مظاهرات وضرب السفارات وبتاع. لا، مش قلنا لا تدخل في الشؤون؟ إذا في حاجات ملهاش علاقة بالشؤون الداخلية، في حاجة لها علاقة بالإنسانية عموما. واحنا يعني طلعنا قلنا تصريحات على إساءة استخدام الشرطة الأمريكية للقوة والعنف المفرط مع المتظاهرين في نيوجيرسي. فالإنسانية لها أنها تشوف بعض وتتكلم عن بعض، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وده جزء علشان كل العالم مش مصر بس نتحسب، كل بلد تتحسب لها ليست وحدها في الكون، ومش كل حكومة تاخد ولا كل نظام ياخد مواطنين ويخطفهم يعني فيهم اللي هو عايزه. لا، يبقى في عين مسؤولة كده إنسانية على مش بتملك قرارات بقدر ما تملك حتى القدرة على الكشف والمساءلة وإبداء الرأي كضمير. فلازم كلنا إحنا جزء من الإنسانية، ما تبقوش مخصمين الإنسانية والعالم إلى هذا الحد المغرق المفرط في الكراهية. ما احنا برضو لنا أن ننظر للعالم ونبص للدنيا ونقول آراء، إحنا ما بنتحركش الا لما يقعد يستثيروكم باضطهاد المسلمين والاقليه المسلمه في الحته الفلانيه، انما بنتحرك انسانيا لاي حاجه. مفيش كانه بس هي العصبيه الدينيه اللي بتحركك، مفيش حاجه اسمها كده القربه الانسانيه، التواصل الانساني، الضمير الانساني. خلينا نفوق للحاجات دي والنبي. ادي اسئله النائب الالماني. جاوب الشيخ شوقي علام مفتي الديار على شيء اخر خالص، واحد يتكلم على الاعدام ودرجاته والمحاكم العسكريه والمحاكم المدنيه والاحاله اوراق المفتي و18 واحد على ما يصدر حكم الاعدام او يطبق. كلام كويس جيد، وان كنت انا ما بحبش افعل التفضيل دي، احنا احسن قانون، احنا احسن يعني، اصل احنا بندي احسن ضمانات. طب في العالم قوانين يعني الغوا عقوبه الاعدام، فضمانات ايه اكتر من كده بقى؟ لكن الاجابه هل تظن انها شفت غليل النائب الالماني وزملائه ال 71 او ال 70
من زملائه في لجنة الشؤون الخارجية، خلونا نجاوب على أسئلة العالم بإجابات واضحة ومحددة ومفهومة على اللي سألوه. إنما طول ما احنا بنقول في حاجات كده بلاش ناخد الموضوع ونتكلم بشكل مفهوش المباشرة والصراحة والشفافية. كان لازم الشيخ شوقي يقول انا اتعجب ايضا من حكم 500 اعدام ده، واحنا في بلدنا في مصر سمعنا كثيرا من رجال الاعلام والسياسيين انه ناس استغربت لمثل هذه الاحكام المفرطه، وانه 500 مش عارف، وده لا يمس استقلال القضاء، لانه ولكن في النهايه في درجه اخرى وتم الغاء ال 500 حكم. ولكن لم يتحدث العالم عن الغاء ال 500 حكم اعدام، بينما انت تسمع الان وتصر على انه صدر الحكم، بينما الحقيقه ان الحكم تم الغائه. جاوبوا عنا، جاوبوا، مش ناخد الاجابه ونروح فيها في منطقه ما عندنا اجابات اهي. ولازم نعترف ولازم نقول ان احنا مقصرين في امور، ولازم نقر بما نحن عليه من اخطاء، والا هتفضل طول الوقت كده الصوره بالطريقه التي تستدعي التنبه لخطورة تشوه صورة مصر الآن في العالم. والذي يكابر ويقول لأ يبقى بيكابر. تعال بقى نشوف السؤال الثاني لفضيلة المفتي والإجابة عليه. Now two questions. First, how the commitment of the President Sisi to reform the Islamic South can be, or if such a commitment can be implemented, and how he can engage the Islamic leaders in order to do that. And the second, what Europe and Egypt can do working together to prevent radicalization. هل الرئيس السيسي ملتزم بالإصلاح؟ نعم هو ملتزم بالإصلاح بدليلين. الدليل الأول أنه يؤكد مبدأ سيادة القانون. الدليل الثاني أنه يؤيد وبشدة مبدأ الفصل بين السلطات، وأنه لا يريد التدخل في شأن سلطة على أخرى. من المؤكد أن الترجمة اللي وصلت للدكتور شوقي علامة للأسئلة دي ما كانتش دقيقة، لأنه جاوب إجابة تانية خالص. الراجل النائب الروماني، خد بالك رومانيا مهتمة إزاي، رومانيا مهتمة إزاي، شوف راجل مشغول في رومانيا بالإصلاح الديني أو ب شعار الرئيس السيسي أو دعوته للإصلاح الخطاب الديني في رومانيا. فبيسألوا بوضوح إمكانية تنفيذ تعهد الرئيس السيسي بإصلاح الفكر الإسلامي، لأنه هو شاف تعهد وما شافش الإصلاح. جاوب الدكتور شوقي علام ما قالش حاجة، قال لك الفصل بين السلطات. إزاي؟ ماذا تستطيع أوروبا أن تفعله مع مصر من التطرف؟ بالتأكيد ما استوعبش الدكتور شوقي الترجمة، ما جاتلوش دقيقة على السؤال، لأن هو الراجل سأل في حاجة والإجابة في حاجة تانية خالص. تماماً. انما ده يقودني مره اخرى بمناسبه سؤال فيكتور النائب الروماني، انه امكانيه تنفيذ تعهد الرئيس السيسي باصلاح الفكر الاسلامي، هل يستطيع ان يجيب عن هذا السؤال المفتي الشيخ شوقي علام الان هنا في مصر؟ هل يملك واحد من المسؤولين، واحد بس، يقول لنا فين حصل اصلاح الفكر الاسلامي ده؟ اين هو؟ يعني تطوير مناهج الازهر شيء بقى كمان تكراره بؤس. لم يحدث، التعهد لم ينفذ على الاطلاق. هل بقى دكتور شوقي علام خشي ان يقول ذلك؟ ربما في محفل دولي وحسب عليه، ربما فعلا الترجمه لم تكن دقيقه، ربما آثر أن يتكلم عن شيء فصل بين السلطات، الحاجات دي ابتعادا عن موضوع الإصلاح الديني وإصلاح الفكر الإسلامي، لأنه لم يحدث ولم نقترب منه قيد أنملة. وقيد الأنملة اللي هو دي يا جماعة، يعني دي الأنامل والواحدة منهم اسمه أنملة، أنملة اللي هي الحتة دي أنملة، ما قربناش من إصلاح الفكر الإسلامي في مصر، أنملة من الأنملات دي من الأنامل دي. العالم ينتظر مصر، ومصر ممعنة في خصومة العالم. نلتقي بعد الفصل.